مبارك اختار واحد من أساتذة الاقتصاد رئيس للحكومة، فرفع الدكتور رفعت المحجوب تليفون على الرئيس وقال له بطريقته اللي كانت عبارة عن لغة عربية فصحى: أهذا قرار نهائي يا سيادة الرئيس؟ قال له: تقصد إيه؟ قال له: أقصد هبعت لك حد تشوفه غير اللي أنت اخترته. فبعت له الدكتور عاطف صدقي، وكان في ذلك الوقت رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو أستاذ مالية عامة معروف في جامعة القاهرة. لما عاطف صدقي قابل مبارك اختاره رئيس حكومة بدل من الراجل اللي كان ناوي يجيبه. الراجل اللي كان ناوي يجيبه هو الدكتور كمال الجنزوري. يعني أنا واحد من الناس اللي بيؤمنوا أنه يجب أن تقول الحقيقة في وقتها، يجب أن تقول رأيك في المسؤول وهو موجود في السلطة وقائم عليها. اللي بيتكلم على المسؤول بعد ما يمشي بالضبط زي اللي بيروح الحج بعد ما تنتهي الشعائر، وزي اللي بيطلب الإسعاف بعد المريض ما بيموت، وزي اللي بيطلب المطافي بعد الدنيا ما بتتهد والحريق بيكمل على البيت. كان بيني وبين كمال الجنزوري ما صنع الحداد والنجار والبقال والطيار وكل الصنائع اللي ممكن يكون في الدنيا. كان هو راجل يعني واثق من نفسه، بيعتقد انه بيتكلم كويس، عنده قدرة على انه يستخدم الارقام ويحفظها، والناس بتعتقد باستمرار ان يقول ارقام من غير ورقة كأنه فاهم كل حاجة. لكن في الحقيقة ان الجنزوري اقدر اقول انه نجح يمكن في تخريب الاقتصاد المصري، وعندي أكتر من دليل على كده. كانت مهمة عاطف صدقي أنه يكمل ما يسمى بالإصلاح المالي، وبعد أن انتهت المهمة وتسلم الجنزوري رئاسة الحكومة التي جاءته متأخرا، كان عليه أن هو ينفذ ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي أو الاستصلاح الاستثماري، نصلح الجنيه ثم نشوف الاستثمارات تيجي إزاي. لكن يمكن كلكم عارفين توشكا وحافظينها. توشكا مشروع، الغريب في الأمر إن مشروع اللي طالب بيه شيمون بريز، هتستغربوا من الكلام. شيمون بريز كان في زيارة لشرم الشيخ وكان قاعد أكتر من حد معاه، وقال له وبيكلم مبارك، قال له: يا سيادة الرئيس، يعني إحنا عندنا إحساس إنه مصر يعني مش عايزة سلام، وإن يمكن ده هيأثر على موقفي في الانتخابات وموقف حزب العمل في الانتخابات، ياريت تعلنوا مشروع قومي كبير يعني يقنع الإسرائيليين بأن مصر هتكمل السلام. فخرجوا وأعلنوا مشروع توشكا. هو مشروع قديم كان كمال الجنزوري محتفظ بيه وكان معجب بيه جدا من أيام ما كان محافظ للبحر الأحمر. لكن توشكا في الصحراء البعيدة، سيبنا سينا اللي عملنا لها ترعة سلام، وسيبنا الطريق الصحراوي اللي أصبح كله مباني أسمنت، ورحنا في آخر الدنيا في درجة حرارة 55 في الظل، ورمينا مليارات من الجنيهات، وعملنا مضخات بستة سبعة مليار، ويعني رمينا كل فلوس التأمينات الاجتماعية، وجزء كبير جدا من فلوس المصريين اترمت في مشروع توشكا. مش هنكمل في توشكا، انتوا عارفين اكتر مني. لكن ايضا قال لك: طب نعمل مشروع خليج السويس. ملايين ملايين الامتار كان بيديها لرجال اعمال بلا حساب، خدوا خدوا خدوا. اللي طلع بعد كده بيقول انا ما كانش ليه علاقه بالكلام ده كله. وايضا كان عنده مشروع ثالث اسمه شرق التفريعة. اخطر ما في الراجل ده انه كان بيجيب رجال اعمال ويقعدهم معاه ويقول لهم: لو قابلتوا الرئيس او لو قابلتوا مبارك هتقولوا له كذا وكذا وكذا. كانوا بالنسبه له ناس يجب ان هم يسمعوا الكلام ويجب ان يقولوا ما يملى عليهم. لكن هذا الرجل يعني الممتلئ
اللي يعني اللي مش عاجبه حد كان ازاي حد يهاجمه، يعني ازاي حد ممكن يتكلم عليه؟ بل اكتر من ذلك كان يعني بيعاند وبيرفض وبيهاجم وبيحاول ان يقضي على اي حد ويعني يقرب منه. هو untouchable man، يعني رجل لا يمس كما كان يعتقد. ولكن في الحقيقة كان النفخة دي كلها كانت ترتبط بالكرسي، لأنه بعد ما خرج من السلطة وزالت عنه نعمة القوة رجع تاني غلبان ومسكين وبيترجى الناس إنها ما تهاجموش ولا تتكلم عنه، وكان منزويا في مكانه لا يريد أن يخرج إلى النور. وكلمني الأستاذ وحيد حامد أكتر من مرة وقال لي من فضلك راجل يعني بيرجوك انه مشي واختفى وخلاص، ولا داعي عن الكلام ولا داعي للكلام عنه. يعني ده جزء من ملف كمال الجنزوري. احنا في فتره كان الهجوم على دكتور الجنزوري ممنوع في الصحافه المصريه، احمد رجب ومصطفى حسين كانوا بينتقدوه في الكاريكاتير اليومي، منع على عهده كان موجود في رئيس الحكومه السابق عليه او التالي عليه، لكن هو يعني اعتقد ان نقده هو هدم للدوله وراح قال للرئيس السابق مبارك. هما الصحافه يعني بشكل عام بتهدم ما نبنيه، فمبارك يعني قال له اللي يهدمك اهدمه. فده كان تصريح غريب من رئيس الجمهوريه في ذلك الوقت، وتصريح ايضا الحقيقه بالعصف بالصحفيين والصدام معه. الغريب ان الدكتور الجنزوري بعد خروجه من الوزاره لجأ الى صمت طويل، لكن طول الوقت لما كان حد يكتب عنه كان بيتصل بيه ويشرح وجهه نظره وكان ودود للغايه. انا بعترف انه لما بتصل بيا راجل كريم جدا وودود للغايه وانساني الى حد بعيد. افتقد مثل هذه المشاعر الرقيقه والكريمه في العلاقه مع الصحفيين عندما كانوا في السلطه. هي تولدت اليه بعد السلطه، ربما استشعر انه قد اخطا، لكن انا بعتقد وصادقا ان الدكتور الجنزوري لو كان لديه مثل هذه الاساليب في التعامل مع الصحافه ما كانش محتاج الى اغلاق الدستور، ما كانش محتاج الى يعني ان عادل حموده يمشي بالروزا اليوسف والصدام، ما كانش محتاج ان يهددنا في العربي باغلاق الجريده اذا استمرت في نقده. تكويش على السلطة عنوان مقال يعني كتبته في روزا اليوسف، عرفوا كل اللي قروا الجرنان في ذلك الوقت. كان لاحظت انه كمال الجنزوري يهوى جمع السلطات زي اللي بيجمعوا طوابع. كان رئيس حكومة ويشرف على اربع وزارات هي التخطيط والازهر والتعاون الدولي والحكم المحلي، وايضا كان رئيس ل 12 لجنة وزارية مشتركة من مختلف التخصصات، وعضو في 30 مجلس أعلى للسياسات منهم مجلس الخصخصة اللي قال إن هو ملوش علاقة بيها. المناصب دي ما شبعتوش، لم تشبعه، فتفرغ لأنه يعمل مؤامرات على الوزراء. يعني وزير التربية والتعليم يعني ملوش علاقة بيه وهو بيطور ثانوية عامة، يعني يطور ثانوية عامة والدكتور حسين كامل باهي الدين بره اللعبة. يتكلم على مشروعات التعمير وابراهيم سليمان بره اللعبة. يتكلم على كل حاجة وكأن هؤلاء الوزراء لا وجود لهم. الوزير اللي يخضع لإرادته هو الوزير اللي بيحبه. كان أكتر وزير بيسمع كلامه، ويمكن ده جزء من عقله المفكر أو عقله المدبر، كان المستشار طلعت حماد اللي هو كان وزير شؤون مجلس الوزراء. طلعت حماد كان قاضي وكان أيضا يهوى السيطرة وكان يلعب أي دور في الإطاحة بكل شخص ما يقدرش عليه بشكل معلن. الغريب قصة مشهورة جدا إنه مرة أخذ طيارته ونزل في فندق مهم جدا في جنيف ومحدش يعرف ايه السر، واتمنى ان هو يخرج لنا ويقول ما سر رحله جنيف.
جاله السفير المصري في المقر الأوروبي منير زهران جري، باعتبار أنه في وزير موجود نزل جنيف، فمن الطبيعي جدا أنه يروح ويشوفه ويعني يعمل معاه الواجب زي ما بيقولوا. فأول ما شاف السفير غضب جدا، وكأنه يعني كأن السفير ضبطه مثلا في موقف مش مريح. قال له ايه اللي جابك هنا؟ قال له يا فندم انا عرفت ان انت جيت هنا وواجبي ان انا ارحب بيك. قال له لا 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 لا، ابعد عني، انا مش عايز حد، انا جاي هنا كنت بتعالج في لندن وجيت اتعالج في جنيف. اعتقد انه القصه دي محتاجه الى تحقيق والى تدقيق ممن بيدهم الامر. لما بدات حمله على كمال الجنزوري في التكويش على السلطه، بدأ وزير الداخلية حسن الألفي بإيحاء منه، يبدأ عمليات التشهير اللي بتتم عن طريق بعض رجالتهم في الصحافة، وحاول إنه يتكلم معايا أكتر من مرة بدعوة إنه يعني أنا بسمعش الكلام. ولما حصلت قضية فضيحة على النيل كانت فرصته كبيرة جداً انه يضرب صفوت الشريف باعتباره وزير قوي. لكن صفوت الشريف يعني لحم مر، فجري على الرئيس وقال له انه وراء الحمله دي كلها كمال الجنزوري. طبعا الكلام ده كان كلام ساذج جدا وكلام مؤامرات، دايما الوزراء للاسف الشديد لما يقع في اي مطب بيكذبوا. فكمال الجنزوري خاف على نفسه تماما، واستدعاني في مكتبه وقال لي بقى احكي لي حكاية فضيحة على النيل. الحقيقة وانا قاعد كنت حاسس ان انا قاعد في غرفة تسجيلات، ورغم ذلك ما همنيش، لانه ما اقوله في العلن هو ما اقوله في الخفاء او في مكان مغلق. وحكيت له الحكاية، ويمكن ساعتها اعطاني سيجار طويل جدا من نوع دافي دوف في غطاء خشب هو كان بيدخن منه. لكن في الحقيقة ان كمال الجنزوري كان برضه بقدرته على التأثير في الكاميرات حتى بالبيانات التي لم تكن دقيقة اللي بيعلنها، كان بيثير غضب وحساسية بعض رجال الرئيس ومنهم زكريا عزبي، ويمكن لكده دبروا له عدد كبير جدا من المؤامرات بحيث ان هو يعني يجري الاطاحه بيه بدعوه انه له شعبيه يمكن ان تهدد الرئيس. الحقيقه ان شعبيته ارتبطت بالكهرباء، بكهرباء السلطه، واول ما نزعت كهرباء السلطه خفت واختفى وتلاشى واظلمت الدنيا من حوله. سمعت مرة أنه السحابة السوداء التي كانت تهاجم البلد في كل عام كانت تأتي في كل سنة في نفس الشهر الذي خرج فيه كمال الجنزوري من رئاسة الوزارة، هو أكتوبر 99. طبعا هذا شيء طريف، لكن الشيء الآخر بقى هو أنه إذا كان كمال الجنزوري كرئيس وزارة هو الوحيد الذي عوقب من بين السبع رؤساء وزراء الذين عملوا مع الرئيس السابق حسني مبارك، فإنه هو أيضا الوحيد الذي كان يركز في أثناء عمله كرئيس الوزراء من 1996 إلى 99 على عامل أو عنصر الإنتاج في الدخل القومي عموما، لأنه الذين عملوا من قبله أو الذين جاءوا من بعده أيضا كانوا يركزون بشكل أو بآخر على أن يكون العائد على الخزانة العامة في أغلبه جاي من مسألة الرسوم كالضرائب أو الجمارك أو غيرها. إنما كمال الجنزوري سوف يحسب له تاريخيا أنه هو الذي فكر في الخروج من الوادي وفكر في موضوع طشكا سواء كنا معه أو كنا ضده، وفكر في سيناء وتعميرها ومد فيها 11,000 كيلو متر وإن كانت بالطبع قد أهملت بعد أن خرج من الوزارة، والذي فكر في موضوع خليج السويس، وفكر في أشياء كثيرة كان يريد من خلالها أن يكون الإنتاج ثم الإنتاج ثم الإنتاج عنصرا من عناصر الإضافة إلى الدخل القومي.
بعد حادث مذبحة البر الغربي في الأقصر ارتبكت الدنيا كلها في الحكومة، وأقيل حسن الألفي وزيرا للداخلية، ثم جاء حبيب العدلي والقصة معروفة. لكن عشان يداروا ما جرى، كمال الجنزوري جاب كل رؤساء تحرير مصر بلا استثناء، بما في ذلك الصحف اللي بيقال عليها تحت السلم أو بيقال عليها صحف قبرصية، وبدأ يتكلم 3 ساعات يوصف لنا الحادث ويتكلم عنه بتداعياته ويتكلم عن العمل الفني وإزاي المجناة انتحروا، كلام لرجل لم يكن هناك في ذلك الوقت. كان زميلي وائل الإبراشي يحقق بدقة شديدة جدا ما جرى في الأقصر، وكان اللي وصل له من معلومات ومستندات ووثائق وتقارير للطب الشرعي مخالفة تماما لما قال رئيس الحكومة. لكن الراجل بيتكلم وإحنا يعني لازم نسمع رئيس حكومة، إيه يعني قدامه شوية صحفيين يعني. أنا رفعت إيدي عشان أتكلم بعد ما قال إنه عايزنا نساند الحكومة. قلت له والله إحنا مستعدين نساند الحكومة ونجملها ونطبطب عليها ونسمنها ونربربها، لكن المشكلة أن الحكومة ما بتتعلمش. أنا قلت الجملة دي وكأني دست على مفجر نووي، خبط على الترابيزة بإيده وقال الحكومة ما بتتعلمش، أنا ما بتعلمش، أنا معاون رئيس الجمهورية، أنا رئيس وزراء مصر ما بتعلمش. الحقيقة أنا لمدة نص ثانية فكرت ممكن أعمل إيه، هل أنسحب؟ أنا لا أنسحب. هل أرد عليه؟ هل أسكت؟ الحقيقة قلت له من فضلك أنت جيت هنا عشان تسمعنا كرؤساء تحرير، أما إذا كان عندك بيان فمندوبين الصحف بره أو بعته لنا على الفاكس، إحنا جينا هنا عشان تسمعنا. هذه المواجهة اللي بحكيها بالنص شهد عليها كل رؤساء تحرير مصر، وأعتقد إن هم معظمهم أو كلهم على قيد الحياة. قلت له أيوة الحكومة ما بتتعلمش. لما قلنا إن الولد اللي قتل القضاء الإرهاب اللي قتل القضاء في فندق سمير رميس، قلنا مش مجنون، قلته مجنون ودخلته مستشفى الأمراض العقلية، فخرج عمل عملية تدمير المتحف. وبعدين فتحنا موضوع كانت هناك قضية جرى تلبيس قضية أداب لبعض الفنانات، فقلت له إن ده عمل وزير الداخلية، فقال ما أنا تدخلت عند النيابة ومنعت القضية. قلت له بأي صفة ممكن تتدخل؟ إيه صفتك كرئيس حكومة أو رئيس سلطة تنفيذية أن تتدخل لسلطة قضائية مستقلة؟ فأسقط في يده. استمر الحوار بهذا الشكل، ولكن في تلك اللحظة أنا بعتقد إن فتحتي اتقرت زي ما بيقولوا المصريين عند كمال الجنزوري. جات له الفرصة على طبق من كريستال. كانت صحيفة الدستور نشرت تقرير دس عليها عن أنه الجماعات الإرهابية هتقتل أو بتطارد 3 من رجال الأعمال المعروفين، نجيب ساويرس ورامي لكح ورؤوف غبور. فسحبت رخصة الطبع بالنسبة للدستور في ذلك الوقت لأنه كانت رخصتها من قبرص. أنا دخلت زي عسكري المطافي اللي جه طفي الحريقة فولعت النار فيه. خرجت الدستور يوم الأربع، جيت أنا يوم الحد نزلت بروزا اليوسف وبقول إنه تفاصيل ما جرى بعد اتصالي بالتلاتة. فاستغل نجيب ساويرس الموضوع، واستغل كمال الجنزوري الموضوع، واستغل طلعت حماد الموضوع، وجري وجري طالعين من الدور الثاني في مكتب رئيس الحكومة قدام مجلس الشعب، وراحوا باعتين فاكس المبارك قالوا له فيه إن اللي نشره فلان الفلان في روزا اليوسف كلام تحريض على القتل، غريب جدا. ثم والأخطر إن ده معناه إن دول هيمشوا من مصر. الراجل يعني لسه ما طلعش من أزمة السياحة، خاف على أزمة الاستثمار، فكانت النتيجة إنه قرر أن يقيلني من روزا اليوسف وينقلني كاتبا متفرغا أو كاتبا صامتا في الأهرام. الغريب إن مبارك نفسه بعد عدة سنوات، كنا في افتتاح فندق الموفنبيك بتاع مدينة الإنتاج الإعلامي، عادة أنا بقف بعيد
في عكس السير اللي بيتجه فيه الرئيس. ولكن في اللحظة دي بص مبارك عليا من الناحية التانية وفغير مساره بحضور كل الناس اللي كانوا موجودين، ومسكني من دراعي وقال لي جملة واحدة: على فكرة هم ضللوني، ولم أعلق على كلمة ضللوني.